جزء من حصتنا اليوم، وتفاعلات كبيرة بعد كلام أنور عياد حول وضعية فرع كرة اليد في النادي الإفريقي. نزار الشعري اللي كان ذكر جبد اسمه أنور عياد يطلب أيضا حق رد. نزار أهلا بيك وتفضل، عندك 5 دقائق. مرحبا أخويا، الحمد لله. مرحبا متابعين شبيك السلام. سلام، حبيت ندخل في سعبيسة في لما يقول المدرب جبد وده أما برشا مغالطات أنور عياد نسيت اسمه. السيد هذا معرفش اش كنصدق هو اللي في الكليب ولا ما كنديرش. هذه أول حاجة. اثنين، كان نرجع للكورة، وقت الكورة ما تكذبش. ما فهمت شنو يراني في الكليب ولا ما هو مدرب النادي الإفريقي معاين. ما في بالي مش مصدق، من في بالي مازال عايش الأحلام الوردية نتاع اللاعب، نتاع هو ملاعب كبير. خاطر نورمالمون كان دنيا دنيا راهو تمشي كل صباح، طار في الكليب يقول يرحم والديك كليب أفريكان كي خلتني أونترنور. هو كان مدرب حتى في المنتخب، مش كان في النادي الافريقي، ظهر لي منتخب مستوى اعلى معناه. كاملابي اوكي، يقول لك مدرب، قلت حتى مدرب في المنتخب، كان مدرب مساعد في الفانوي. اسلام خويا نكمل كلامي وبعد اي باش ما نحبش نطيحوا شويه في المستوى. لا احنا العائله ومتربين ما تحوش النيفو نتاعو. واضح، تفضل. حتى حد تفضل. في غير نيفو كبير. تفضل. كان جات الدنيا راهي تعدى كل صباح للبارك الكليبي يقول يرحم والديك في افريقيا. سيد هذايا نقول لك سؤال كيما جاوب انت ولا جاوب هو ما يسالش، معليش كان ذكرت شكون السيد هذا شو تاريخه كمدرب؟ مدرب شاب مازال دوب بدا. لا سامحني، شد 3 جمعيات طرد فيهم من بابا تشاري، هذه حاجه. اثنين، شد الادجوان في الكيم ناسيونال، ما عندك حتى فكره لعبت كل الانتوراج تاع فريق القوي باش يحكي من جوارد المسؤولين. واضح، ما نحبش نجبد الاسامي باش ما ندخلش في ميتماك نتاع رد وما ردش. ثلاث، هو بيدو كلامه كله متناقص، يقول لك انا اونترنور من جينير ومسؤول معلم راك في جمعيه كبيره، راك فما يرشي في جمعيه كبيره في اسلام، راك بك حسب الواحد راني في حوم ولا في دشنايه موجود في النادي الافريقي. هذا حتى في الفوت اكدوا لي حتى سيني زارا، ومش كان في الهون. شوف مش كل كلام يتقال صحيح، كي اكد لك واحد واثنين وثلاثه راه وضعيه صعيبه ملاعبيه. ما عرفش انت كان سمعت واجد الساحلي ولا منوب الحداد، وضعيات صعيبه يعيشوا فيها. معناها موضوعنا توكي بافريكان هون وهون، انا مستعد خويا اللي مش نقوله توا نجيبو بار بريف. السيد هذا قال لي جاي مشيره هكا ولا مش خويا، انا عندي اكسري توا هاي في الكهرباء نتاعي جونفي فيفري مارس، علاش هو يكلم فيا 10 مرات في النهار؟ اكسري من اورنج هبطت الصبيح بالعاني، وصل 10 مرات في النهار يكلم فيا، علاش مش مسؤول؟ ماني جاي مشيره ولا تكلم فيا علاش؟ السيد هذا انا مخلص دي سالير ومساحه باسمي انا وباسمه هو، يا نجي من الشارع نعطي فلوس هكا سايبة؟ ندير لك حاجة أخرى أخويا، في الكوب تراب اللي يحكي عليها هو، هز الملاعبية وشرب معاهم قهوة، بعث فاتورة نتاع القهوة 184 دينار و600 مع فيصل شعبان، قالوا أعطيها نزار الشارع، معلم شنو سمعت جاي من الشارع مش خالص فلوس؟ ندير لك حاجة أخرى، الملاعبية نتاع الإتوال اللي قال لي على خاطري أنا، قول هو تلبع الأول وهو قداش خذاهم، ومع شكون تكلم؟ ما شكون صح الملاعبية؟ والملاعبية اللي يقول عليهم قبل بنص ساعة ما حبوش يكوروا، الصباح حكيت معاهم من الصباح الماتش الملاعبية وقلت لهم بعد الماتش تاخذوا فلوسكم، وخذوا فلوسهم. ولتو عندي علاقة بهم باهي. صحيح فما مشاكل، ما نقدرش مشاكل بارتو صحيح. من البريود اللي أنا فيها واللي يقول جاي في الكوب العرب وجاي على ما بتاع فلوس، أنا جيت ماتش ترجي خويا. باهي سي نزار، هو يقول مع هو. لا حكمل لا حكمل. باهي عندي سؤال حم نتفاعل معاك خاطر. لا لا، جيت ماتش ترجي وماتش المكنين وماتش المهدي، معناتها شهر قبل البطوله العربيه. واضح، ويعلم ربي خاطر ما نحبش نحكي كوزينه انتر نتاع جمعيه كبيره، مش يخسر مساك الجمعيه ديجا الجمعيه هاي انتخابات تاع هي مدير، واحنا نحكيو على هون بار وانا راي يا معلم. اسكي سي نورمال يحكي فيه هو كلامه متناقص. انا نقول لك حاجه اخرى خويا، علاش الاستقالات الكل اللي قالوا ما قالش روح، علاش الناس الكل نفس الاسكيز ما دام انا رايد موجود في النادي الافريقي احنا مش موجودين. بيه نحب سؤال سي نزار، سؤال خلينا نتفاعل معك عاد سي نزار. هو يقول ما عنده حتى صفه، انت عندك تفويض حاجه من هيئه النادي الافريقي؟ معناها ما شفناش اسمك هبطت مثلا على الصفحه الرسميه كي يسوي حكايه كما هكا. الاكاذيب نتاعو اي، جاوبني على حاجه هذه. لا مش جاوبك على كل شيء خويا. انا اخر ماتش في البطوله العربيه تروزيام بلاس انا موجود. بيه وبعدها وفات الكونفينمون. ما قال ماش نتعامل معاه، انا كملت البطوله العربيه وفات سيزون، ولتو انا مع 3 ارباع من الملاعبيه اون كونتاكت معاه،
اذا هو عنده زوج ثلاثه جابهم هو سامحني يا اخي يحكي مشاكل كبيره يا اخي. ما جيتش ماجد حمزه 150 مليون انت وعندك ديجا عندك جارديان يا اخي تاكي ناسيونال جونيور لاعب كوب دو موند ما جيتش على مصطفى برشا فلوس اخي مش فلوس هذوما ما جيتش سيت ريكريتمون معلم سيت ريكريتمون ما تجيش ريكريتمون ما جاوبتش على سؤالي سي نزار قول لي خويا تفضل قلت لك عندك تفويض حاجه من هيئه المديره من عطينك رئيس فرع معناها خاطر هو ما عنده حتى صفه معناها متعودين خلينا نكمل خلينا نكمل السؤال وجاوبني مساج متعودين في التعيينات من نوع هذا متعودين في قلت لك في التعيينات من نوع هذا يهبط التعيين على الصفحه الرسميه ما شفناش اسمك هبط في الباج اوفيسيال نتاع الكلوب انا نحشم على روحي في سلام انا جيت لي على سلام على سلام صاحبي خويا وعشيري مالقريك صاحبي ماذا من قبل عشرة انا نحشم على روحك يقول انا رئيس فرع في النادي الافريقي اخطاب شد الهولد كليب شكوني انا قدام توفيق بن سمير ولا شادلي القايد ولا حسين قندوره ولا لسامي يا دوما شكوني انا ماذا شنو انت بالضبط صيف انا صاحب قرار في الكليب من جونفي فيفري مارس انا البريمير ريسبونسابل وانت حمد سوري جاسيم ريسبونسابيليتي كويس الشعبين بالمناسبة نشكره ونشكر الملاعبيه الكل زاد خاطر نظام ضحاو فهمت وعلى هيك وعلى عكس ما يحكي هو ظروف صعيبه صحيح نختموا سي نزار لا سامحني فما جمعيه اخرى ظروفها اصعب من نحنا ما سمعناش كوزين انترنا ذي ما سمعش كرافات هذي واضح انا العياد اللي يقول مش خالص مش قول لك حاجه اربع ايام قبل البطوله العربيه في طرابلس في الحمامات اول ماتش البطوله العربيه يصب شيك نختموا سي نزار لا نكمل اخويا نكمل لك اخر حاجه خاطر لا نكمل لك ب 64 مليون اسال هو باسم شكون هو اسك من باب الاخلاق ومن باب التربيه يصب شيك باسم السيد هذاك زيدك حاجه اخرى الجمعه اللي فاتت صب شيك مونطون كبير برشا يقول نحب نادي افريقي انا نادي افريقي اللي حب يضر العباد بشيكات كيما هذا يقول نادي افريقي انا قلت باللي صار سنه اللي يقدم استقالته يبطل خويا لغالب ما نشتهد وصابه فلا واجرات ما نشتهد وصابه ما نشتهد معايا لغالب يعطيك صحة شكرا لك سي نزار الشاعر على كل هذه التفاصيل مديتنا بها.